لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله، فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله، لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله، فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله، سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. أكثر من قولك يا الله، الله الله، سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان كسو جرني دقال كي بدر دولان كي بدر ودقال كي أغهري النبي عليه الصلاة والسلام إيا قالت الأحمري وحان كسو هذا اللي تضمات كي هوري إن ماشي بدر ليس كو يمت نبي عليه الصلاة والسلام إيه أسكرتي سي أمي سودي القروبين مش وحي لها يوم وصفر وتسوق بسنة سان قافلة صفر أي قريش لا ذا هي أي تسوق بسنة سان بالنبي إسلها عليه الصلاة والسلام لكن أرنت الدجال بيسكو بدش قال دو هو بيسيه وكن إنك بضن هو كوجي وأدنية نبي عليه الصلاة والسلام سدح بقول يتدبي يتبنس حبيب الله صعب ما هو بيسنا ماركي أرنتو النبي أركي إننا الدجال أين كم مرسنين نبي وكان كسو هذا اللين وأسحاب تيسي الله تشرع عليه الصلاة والسلام ماشي بدر إنه نبي وسهري إن ماشي وفلسطين نبي ماشى وفي عن إنه نبي دورت عليه الصلاة والسلام إن علاش ماشى كقدنا والنبي يقول هل الأصو علش بركدنا لو سمي أي أصحابته أي كعبان أنت كلا لجمن عنا يلو دي ذا يقالدو إن كعبان النبي يقول حود برشة دي يسان هراء وقصو هذا اللي عد عدا ماشي كسو بحيس سي قالدو ماشي أنا كإيمان أنا عدو يك أقبض ما هو النبي هو سيق قصدي عليه الصلاة والسلام السحاب تسيب النبي هو سي ترتيبي كوا ورمضة هايستا كدبنا كوي لابك هايستي كدبنا كوي السافة هايستي عيدا كوي يريه عيدا كمسلمين تو وصدح بقولي تضبية طبعا النبي هو حقو يري ويررك إنكو هكبي لابنا دفاع إنكو استفاع أبو للنبي عليه الصلاة والسلام ما يشي تشوك سيدا استفاع وهب تكتيك حربية دقال أهان ويان هذا ورر قادم والله مرين نبي قوة ترتيبية عيدا كيسي عليه الصلاة والسلام معنويات كوغينا كرب أقاضي إلهي بكحري سبحانه وتعالى وأدعي النبي عليه الصلاة والسلام وحا حتى أقدر دار من نبي إن أين لابك أين يكو أين كب لابين أين جنين وحر ربا حتى هبكو إن الترتيب صدان أي النبي ربا عليه الصلاة والسلام أدقي أبو جهل هبا ماشي سوبودي وحاولي لا هيو ودعي سنة يا أبو جهل إلا هيو محمد رحم كيبو قوي وحانو قرري إنه نو ليمد إلا هيو نو قرقار محمد نو قرقار إلا هو نو قرمو إلا هيو كي آيات كي قرآن كأو نبي قيسة كسو دتي إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم
فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. الهي وحا اوليهي كلا ساريس هدا ضلبتين انكو واني مت كلا ساركي الهي الرسول كي سو غرغاري محمد صلى الله عليه وسلم قوشي واتي من نبيه يا النصري وايمد هدا كتشوك ستان ساس اني خير بدل فرب الندين اين اني كذيني كن باتهن هبيسا محمدنا يعيدا كيسو وسدح بقولية الضبية تبا وعلي سوري يمد عيدا كأو النبي قوض عليه الصلاة والسلام دين عبو شوغا قال لدينا دين عكسو هرشيدا والا إس أكتاي قال لدي كبر باق قلي محمد عيدا كيسو ويريهم بيليين حب ذنب ما هيستان ويكو ريقا وحي أغادين إنو عيدا كو يريه كدبنا والا سور شوغا وحي صو صار رجوجي جيسياش أها صدح نين أوياكي كمدة أي صوب بحي أو رير قرى تكدش وعتبة إيا ولالكي شيبة والله بدا بالربيع أودالي إيا وليد ابن عتبة صدح ذا نبي صو صارين وحي إلى هذين صدح نين نو صو صار إنكونا صدح هي صدح حدا نسكو صارنو وحا صوب بحي عوف إيه معود الله بذا بقول دلي حارث من الليلة هذا السحاب الليلة إيو سحاب جي عبد الله بن الرواح صدح ذا سنة ويصاب الحين أو أنصار بي أهاي صدح ذني صدح ذن صاب حي وأنصار قريش بوحى تري يك الله الليا آياتهم بكون دهذي واحد أنصار بان نهاي هبل إيه هبل إيه هبل ويان ود وناك سنتهينا إنك إني مر بنو ee waxaan rabnaa tolkay dadkii naga soo baxsaday ee isku tolka ahayn ayaa rabnaa markaas say nabiga u dhawaaqeen sallallahu alayhi wa sallam wa hada ya muhammad akhrij ilayna akifa ana min qawmina dadka noqol ma iqoonkayaga noo soo saar muhammadow muhaajiriinti soo baxsatay noo soo saar bay dhahdeen nabigu alayhi salatu wa salam saddex geesi u soo saaray ya ubayda ibn al harith ka حمزة أو ولا قرن إنسان كعب النبي عليه الصلاة والسلام يا علي ابن أبي طالب صدح كلا درن أيو النبي كعب كوي بعد دواقة وأي بيدا هذا رجاني وأسكو الشاجين وحمزة وعلي وعبيدة عبيدة أقوينا صدح ذي يا صدح ذي بأسكو ريمت وحمزة الشيب كوه جاجي علينا وليد عبيدنا عتبة أيكوا هجاجي حمزة يا علي لبذي بويس أقدرين أيكوا مركيبة بيبا أميك بنبا هرق الدليل وحاسكو سكر راجع عبيدة إيوه عتبة عبيدة نوين بوه ويسكر راجع سافيه بيسوي درس دين لبذي بويس راوعين حمزة يا علي بكسو بودو نك عتبة أيو الرعية ويدليل عبيدة أو داو عن نقض أو لك أنا لو قدر وعي أي سوقاتين قال ذي إسلام مركب ماشي نحذين باكوتشمي ورجع وجي جيس ياشاء صدق نم بيدور بأركي يعني يكو أول الدنيا ورجع هو ويناوي يعني وما ذحدي أرجع جح باكو دعي نحذين باكو دعي كدبنا ويحناقين ويرحوق لأي سوقاتين مرقرات نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة وحاء وغدق الشعار أحد 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 كده قال لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ماشي نشوجة هكذا قاقين أيكوا صاردان لابك هاللوجو جنو ورنك هاللوجو تورو مرك الله إسكالنا النبي وحاء ويرد سيفته لقى لبيقول النبي عليه الصلاة والسلام كذبنا ماشي لو سمي سجى النبي عريشكي أيو النبي قالي إلهي أبو بريئة نبي محمد الدعين يا محاض ملاي نبي قوى الدعين يا وحأ ليه اللهم أنجز لي ما وعدتني إله أبو نباء وحد إبلان قادك عيدا كوى يريه المسلمين هب ما هيستان إله قال دوي بدني ويكبرين إيا كان صوت دوننا يا ربي إله أبو نباء وحي أدي إبلان قادك إله وحان كوي دي سنة يا عهدك ووعدك بلنك دي إقاضي إله قول ما أنت إيان كوي دي سنة يا
ciidankii madaxa ayuu isgeliyey, seefaha la isweydaarsaday, waranka la isku tuuray, dagaal xoog leh ayaa ka dhacaya. Nebiguna waa ducaynayaa calayhi salaatu wasalaam, allaahumma in tuhlak hadihi alcisaabatu alyowma laa tucbad, ilaahu cutubkan ciidankan muslimiinta ah haddii maanta la laayo buu leeyahay nebigu. ilaahu arrada lagugu caabudi maayo gaaladii baa isku hadhi. allaahumma in shi'ta lam tucbad bacda alyowmi abadaa, ilaahu haddaad doontid maanta kadib lagu caabudi maayo. mu'miniinta waa la layn, madiinaa la geli, dumarkii iyo carruurtii baa la layn, ilaahayo muslimiintan u gurmo. nebigu aada buu u ducaynayay, kolba waa sii kacayay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ilaa go'ii uu huwanaa nebigu uu ka dhacay. abuubakar baa u qabta huwiyey, markaasuu haddana nebigu siduu u ducaynayay kor isku lulayay ayuu go'ii ka dhacay. abuubakar baa yidhi rasuulkii ilaahayo, xasbuka yaa rasuul allah, nebi allow intaasaa kugu filan, ilaahay waad ku adkaysay ducadii, ilaahay waad ku adkaysay rasuul allow, ilaahay wuu ku aqbali ee uu kaadi. ilaahay malaa'igtiisiiba uu waxyooday, annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucb, ilaahay waxa uu yidhi anaa inila jira malaa'igtaydiiya, suga mu'miniinta suga, yayna argagixin gaaladana quluubtooda cabsi iyo argagax ku riday. ilaahay rasuulkiisa uu waxyooday, annii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin, ilaahay wuxuu ihi waxaan inigu kaalmaynayaa kun malag oo isdaba jooga, mar ma soo wada degayaan, kun malaa'ig baan inigu kaalmaynayaa buu ilaahay. malag qura ataa kara intaba inuu halaago, laakiin ilaahay waxa uu leeyahay ragnimada la tusayaa, adkaada iska celiya ragga, ha cabsanina, quluubtiina waan sugaynaa, gaaladana waan argagixinaynaa, malaa'igna waa inila jirtaa buu ilaahay, laakiin ragga iska celiya. nebigu calayhi salaatu wasalaam indhaha ayuu isku qabtay isagoo ducaynaya. kadibna nebigu wuu soo kacay, abuubakaroo agtaagan buu ku yidhi, abshir yaa abaabakar, bishaarayso abuubakarow, waa kan jibriil baa inoo yimid isaga oo faras wata oo boodhka dhex socda ayuu inoo yimid jibriil, bishaarayso, ataaka nasrullaah, hiishii ilaahay uu kuu hiilinayay iyo guushii ilaahay ayaa kuu timid. waa kan malaku jibriil oo faraskiisii wata. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay khamiis, dagaalka seefta la iskaga dhigo oo gebigiisu u bir yahay ayuu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu booday oo ciidankii dhex galay isaga oo le, sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna dubur, ciidankan waa la jebin, way daba jeedinayaan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. kadibna nebigu quruurux yar buu qaatay ciid yar, markaasuu gaaladii ku shuubay, shaahat alwujuuh buu leeyahay, wajiyaashani way xumaadeen, ilaahay agtii way xumaadeen, way dullaysan yihiin wajiyaashani, malaa'ig baa soo degtay. nebigu markuu ciidda uu sidaa u shubay calayhi salaatu wasalaam, ciiddaasi gaaladii way wala gaadhay, kunkii gaal ayay gaadhay, indhahay ka gashay, sankay ka gashay, handhishay bilaabay inay wala handhisoodaan, handhis indhaha inay isku qabtaan. muslimiintii waxay arkeen nasrullaah, guushii ilaahay oo soo degayay, dagaalkii baa bilaabmay. ilaahay nebigiisu ku yidhi, wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha rama, markaad ciidda aad tuuraysa adu maa tuurin, ilaahay baa gaalada la doontay oo tuuray. nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii dagaalkii buu ku booriyey, kacbu yidhi shudduu, weerarka qaada. waxa uu nebigu yidhi, walladii nafsu muxammadin biyadih, ilaahay baan ku dhaartee maanta lama dagaalamo qofi gaalada isaga oo ku sabraya oo ajar dalbaya oo u jeeda xagga iyo dagaalka oon cabsanayn oon baxsanayn, hadduu sidaa ku dhinto, ilaa adkhalahu allaahu aljanna, ilaahay jannadiisa ayuu gelinaya. dagaalama buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, quumuu ilaa, way dagaalamayaan ragu, dagaal bay ku jiraan, nebiguna wuu dhex boodayaa calayhi salaatu wasalaam. kaca buu yidhi nebigu, janno u dagaalama, balladkeegu uu samooyinka iyo dhulka uu ka weyn yahay. cumayr ibn alxamaam baa meesha joogay, uu maqlayay nebiga, markaasaa wuxuu yidhi, bakhin bakhin, al arintu fiicanaa, waayaab waayaab buu yidhi. nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, maxaad bakhin bakhin u leedahay? markaasaa waxa uu rasuul allow, waxaan rajaynayaa inaan meesha aan jannada aan galo ayaan rajaynayaa. nebigu waxa uu yidhi, fa innaka min ahliha, jannada ahalkeygaa tahay. timir yaruu haystay buu soo saartay, cunbuu isyidhi,
مركز تمرتي لي سكتور هدن وحأقول لا إن أنا حييت حتى أكل تمرأت هذه إنها لحياة طويلة هدن سيجرو أنت تمرت أن عنا يوانا للدير ما يشتر شن أجرت وإسكو سيداي ودقال ما رضي الله عنه إلى إساقين الذي لي عوف ابن الحارس بسوا بودي وحير رسول الله إلهي محاك قسلية ما أنت أكله نبيك وحأقول دقالك أقفك أقلو وقال هذا الله دقال ما ماشي هو تقال أيو إسكو توري مركز عيدا كي ويرك قاضي هورا لقدي لرضي الله عنه مركا النبي عليه الصلاة والسلام ورق السلاة ونحبوذي وليه سيهزم الجمع ويولون الدبر قال دي ويدالين مسلمين تين وحي أرك النبي ونحبوذي وطنئ يكبورين نيدا أسي مارت وحي هلان قوشي إلهي بهلان سعد وحا أصورين يا عكرمة وكورين يا وحا أجيري مالك وحا أركيني نقالون إريانيو أما وحان أركي قارت أولاق قوي نكي قالك وحان أركي نن ميدك تلاق قوي نيو ما قرنا يياك قوي نيو ما أركي أنا وحكا قوي ابن عباس وحا أويري أني قو نن مسلمين تي كميدا أيا وحو إرياني ميد مشركين تي كميدا مركاسا وحا مقلي شابوك للادع أيوكي كافركا أيو مقلي وحو أركي كي مشرقة أهرتي سلقو الدلي نن أنصارية أي النبي يمد عليه الصلاة والسلام أرنتا سقشاق النبي وحكولي صدقت الرنبط شاكت وملائكتي إلهي وحكو كالمينيس أبو داود المازني أي وحا أهرانيق أو إرياني يمد قالدي كميدة أرابعين المضحة كل فتو أمان أركي مدي حيسي أهربو دي مركزا وحان أغاذي إني ماشا ملائكة دقالمس نين أنصارتي كمدة أي عباس ابن عبد المطالب أيو إريدي ومركز قالها وحو دوني إنو قبطو حرحرة وحو أركم عباس ولا قبطو الله حرحرة أم أرك إصغو وضع أيو النبي أكاني عليه الصلاة والسلام نبي الله وصوق تبير عباس ابن عبد المطالب عباس بايري والله كان إمسو قبل مثل أن أركين أو قرح بذن عجيبة أي قبطة سوء كيبا الرسول الله أنا أصرت أنا حن حن الرسول كإلهي نبي وحاول أسكت عمص فقد أيدك الله بملك كريم ملك باكو قرق أكو قبطة أكو عد عدا أكاذب النبي كولي عليه الصلاة والسلام ما يشا وحان كسو هذا اللي إبليس بقالا صوة إبليس باكو نحجي لواكي إسكا صوت لك سراق ابن مالك بإسكا صوت لك إسكا سوء كيسي marku arkay malaa'igti oo dagaalamays malaa'igti oo soo dagaysa orod buu isdigay nin haaris ibn hisham leeyahay ku dhagay yidhi hanaga tagin xagee tagi ma garanayo inuu iblis yahay laag buu laabta kaga dhufta xagga sukuuladkay markaas waxa uu yiri inni ara ma la taraw anuu waxaan arkaya waxaynu arkayn baan arkaya sidaa buu yiri xagga iyo badda ay isku siidaay ciidanki gaalada أرجح بأكل دعي، ويكلا شبان، وإسكو يا عين، أذجي أبو جهل أها، أيام ماشي سو بودي، قال دي بدونا يا إنه دجال كأكبوريو، دقائق بولية، هشبينا، سراق هادو إنجا بحصري، أنا إني لا شوقة، أرضه، محمد ما أنت يينو جاء كان بولية، هدي عتبة لدي لي، شيبة لدي لي، وليد لدي لي، دجال ما بولية، فوالله فوالله والعزة لا تئي عزة أيام كدارته وإن رجع محمد أن حرك كحد نار إلى مكة أن شيد نبي يلي كدبنا سقى أرنتا كتشير أساء وهنشبية وانوين آدو بلاران خوالة أبو جهل عبد الرحمن ابن عوف بوحا ويلي أنيقو أصف كد احتيرا وحان أركويل ير أو عيال كي رهم مدينة أو دينا عمدك إيجا شوغا مركز سواح أقولي أدر يا عمو أرني أبا جهل أبو جهل كلا شاقو إتوس ما قرنا يسوع ورم مدينة مركز سواح أقولي يا ابن أخي فماذا تصنع بهم حاتك السمين وأنك أقولي أنت لك أدنى إنا يرباطها محاتك السمين مركز سواح أقولي بقولي وحن مقلي رسولك إلهي إنه دبي
والنبي قاعد عايشري أيان مقلاء ما أنت هدر أرك والله واندل أتوس أني قو لا يا بسنبويلي وما حق بدي حدنا مديا يجتشوف سدي سدي سلة سنجيلي أتوس أدر أبو شهر كواكي كلا شيء غيو أنا الله يا بسن أي واحد إيدي بويلي وكا وانك وين وانك يا قال هذه أكس عضان وأنتوا لقي هاي أدملينين لبدي بسكوسد دا سكوسد داي مركز كل رفتان سافتي أرض بئس سيد داية إلهي النبي عليه الصلاة والسلام يكو الرسول الله وسود لأبو جهل مدو البوح لأنا سود للرسول الله أنا كل رفتي كيك الوح لأنا كل رفتي الرسول الله النبي وحوي عليه الصلاة والسلام سيفهني ليجي ما كما صحدان ما يبيده هذا تسبو للنبي عليه الصلاة والسلام سيفه وجبو آغي وحولي كلاكما قتله لبدي نبوادشين النبي عليه الصلاة والسلام لبدي بوحى ولبدي نبوادشين لبدي وحى هاي معاذ ابن عمرو ابن الشموح هي معود ابن عفراء أي هاين معاذ ابن عمرو ابن الشموح أي مرك وكشة كين يهبك أدلين وحى أويلي لقي السؤال أنت وحى أويلي مرك أن مقل أبو جهل إنه نكا أويه إلا إيت المامي وان إسكسو سيداي واحد مودا جيد وين الله ما بضل أياد مودا فرب النذا يقوده تذكى أكشوغا وحا أويري وانا كسو سيدا يبولي مركزان سيفتي ذي قاتو لقت أيام قلت بولي والله لقتي سسيدة أبودي لقتي واحد مودي سيبولي لفتي مرة الله توري بعد مودي سيبولي لقتي بان كدقو يبولي كدبنا إنا كيسي عكرمة أيام أركبولي آبيه أو لقتي أن كدقو يبولي وإسا سودا يبولي مركز سوق عنت حق جربك أيو يقول لفتي بوري قعنتي بقى جاء ذي بوري وين لا الله تنتق عنت لفتي يجيبي وين تبين أي أهارة جاء أي أسكوها يبوري وان أتكس بوري قعنتي كان سيفت كو قاتي بوري وان كنت جال بوري قعنت وحد دوني يا بوري أبو شهر إن أندلو قعنتي نو وان الله دنا يا بوري مرك إدالي سي علش كي يجي أنك يا أبي أيام كتشوك سلي بدو قعنتي أسكفوشي aya karisida qaantii ma iska gooyay buuri oo iska fujiyay ilaahay dirti wayan waan isku sidaayay buuri maash markaas muawad ba soo boodo isna uu ku dhuftay buuri markaas uu adagii abu jahl maashi ku dhacay markuu dagaalku u joogsaday ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam man yanzur ma sanaa abu jahl aya isoo eega abu jahl waxa la gaarsiiyay wuxuu sameeyay dadkii ba markuu dagaalku joogsaday تكيبا يا عي ابو جهل بل الرادين يا او عبد الله ابن مسعود بئس سيدا يا عبد الله ابن مسعود وحو اها صحابي ير قران مغسو هادلني ضعيف او ادو تاجر او دوبن بو اه او غابن رضي الله عنه ادو دوبن نينك نو وحو اها بور باد بوديس قوديس يا دركيس وحا انسكو سو دايه بي ولي عبد الله ابن مسعود با وحان اركبي ولي اسغو او نفتي ولي اي كبخين ركا جيفا أدق أبو جهل وان إمد بيوري مركز اللقنت أي اللقنت كدر ساري بيوري حقا قارت أنك جتشوف سري قر كان قرت بيوري واحد دوني أنا قارت أنك جوي مركز أنكور يا هل أخزأك الله يا عدو الله إلهي مكهو تيجي عدو قن إلهي يو مركز سوي حيوري بود أو إلهي محيبهو تيجي ما إنا دنين أدشين أي كهو تي مركز سوي حيوري بود أخبرني لمن الدائرة اليوم قوش ياله بل إيه ورا هذا سقوا الدواء وسكران نك قوش ياله ولي هو كف كيرا يا بل أفرس قوش أياله مركز سواحن إلبو لله ورسوله إلهي يا الرسول كيسالة كدبنا ابن مسعود لقته حقك كهيا ابن مسعود بكو هيا ويعني بور إنه كورد مودا مركز سوى أجيب أنتوا أجيب واحد يقول لي لقد ارتقيت مرتقا صعبا شران شر أذق بعض فوشي مال أذق بعض فوشي عبد الله بن مسعود مال أذق أيات فوش يا روي يا الغنم أدي شريه مال أذق بعض كرت ابن مسعود هو هانشري أدي شري أيه هانشري أدي شريه مال أذق بعض كرت منك أها مضحضة أبو جهل أي لقطة هذه حاجة كسرت
وحأويلي وحأ نسكت داي مركب بلا بي إن القرط أنك جويه ولرفنا يا عبد الله بن مسعود وإتال ماي رضي الله عنه سد أوى ذي من قرطك جويه بقول ورمبان صري ما دي حسن كرو قاده بقول أنا وضع الرسول كإمام بالفرحسن مركب سين هذا رأس عدو الله أبو جهل وحن وضع ما دي حي أبو جهل بان وضع رسول الله نبيه أجابه مركز الله الذي لا إله إلا هو إلهي بان كل أرت إله كالأون شيء سجى مويه وأبو جهل الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده إلهها بلنتي أوفي أيام كل أرت أيام كم هذين أيام ونصر عبده الدون كيس أوكال مي وهزم الأحزاب وحده عيدا كي كل جيبي أيام كل أرت إلهها سام هلا وأبو جهل واحد ود نبي واحد ويل إصاتس رقدي سي إصاتس بنا صارك وأنك النبي قد يبي وأنك قال هذا ما ذحظ وها مركز النبي يسوع كرت هاجي أبو جهل أم ماسة شيف مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة فرعون كأمدني وكاس بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام فرت أن تكفيق ما شوحة كذا عد لبات حوجلي عبد الرحمن ابن عوف وح أوليه عبد الرحمن ابن عوف هي أمية ابن خلف أمية ابن خلف ما تقارن وانك بلال قراعي شيري الدرقياش انتو تشيفيو وريتين شيري ادق حكر ساري شيري ويان عبد الرحمن ابن عوف وصحابي قاسة هي أمية ابن خلف وقت جي جاهلية دي وعي أنشر الصاحب أنشر مالك وحو أرك عبد الرحمن السقى آه وح بضم قال دي كسوها قرتي قاشان بضم بسوها قرتي السقى آه وتع أيا وحو أرك نينك أمية ابن خلف يويل كيسو ميل تاجم بارك وقال دي ولا شبيه أمية ماشي تاجم ما كسر وح وكل وهذا قال دي ولا قبنا يا كوي محابستها قارنا ويا عين حقا يا مكة ويا عين وروحها وحكوا دائما مكوشة يا جابو كويلي سيفها لي وحن قاشا مدن أتقولنا يسيد جيل بانكوسين الدفاع مانس عبد الرحمن قاشا ياشي وتبو سدادي مركز سوق عنت وقفت أمية يا ويل كيسي أنا كنت بتبادين يا بول أنا يقول أو وذبوا لعبد الرحمن ابن عوف وحن أركيبة حمزة ودقالمية أيان أركي رجل الدقالمية مركز سواحة ويقولي وأيو من الرجل منكم منك صدق الدقالمية حريفك وأيو يقولي بولي سانو ما أركيو مركز سواحة يقولي بولي وحمزة ابن عبد المطلب الله ما ننكي عجيبك أهاي لباطد النوق يستيبا ويقولي بولي عبد الرحمن وحاول أنيق لبادي النوم وضع أولا أنا إني بدبادين أنك لا إسيهن أيا وحى نقصة بحي ببلال أيا نقصة بحي وأنكوا جراعي شري بلال بفرحي مركز سورة واقع وحى أول الرأس الكفري أمية ابن خلف أيا يجهري من مانتمية لا نشوت إن نشى مبد بادا يهدو بد بادا نكاس مانت مركز وحى كويل بيري ورلا بذا إن أنا جا وذا وأنا محبوس إيه هنا إذا أنا جا ما يبيري مبد بادا يو مركز سورة واقع يا أنصار الله أنصارت إلهك وإله وكالميو قال كوي نبا ماشي شوقة مي ابن خلف مركز سيسويا عين رقي مركز سنلبضن إن إنت اللدقي أيام كورتشي في سدي بيولي أنا الدفاعية مركز سيحوستك قل قليل يمددة يسافت سيسيدي وقوة دين أيام اللبضن نبكا قادين ودينين قاشان كي أن رسول رسدين وان واي لبدين إنه وان واي لبعض دايو قبس تبول إلا هيو النحر السبلا سحن بو قلب اللبدانين كدب مالن كعمر ابن خطاب أدير كي عاص ابن هشام أيو دلي أبو بكر روح أركئنا كيسي عبد الرحمن وقال هذا أجرى وحقا قال هذا كسود قال لما يأيو أركي قال بو أمركا وقال دواق روح أكو يلي أين مالي يا خبيث؟ أو حوله يجي أن كاجي من الدقن يهو، ورأوا حوله يجي أن كاجي من عبد الرحمن وحول وحي أرنوا الوجوك اللي تجي. دجال بما أنت صعدا. كذب رجي تضبات النين ماشوا الجدلي،
todobaatanna waa la qafaasho waa la qaqabtay iyako oo nool gaaladii in badan iyako oo dhaawaca ayay siyaacayaan meesha. sacad ibnu mucaad baa nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha uu joogo cariishkii loo sameeyey iyo ku ilaalinayaa wuxuu arkay sacad nebigaa eegay sacad wuxuu arkay sacad raggii oo la qaqabanayo gaaladii raggii u garanaya asxaabtay ahaayeen markaasuu waxooga wejigiisu sere bedelay markaasuu nebigu ku yidhi sacadow waad isbeddeshay maxaa dhacay ma waxaad ka xun tahay gaalada in la qabto haa buu rasuul allah ragga waa ragga isku ficinay nebigu waxa uu yirtana waa dagaalkii ugu horeeyey in gaalada la gelayno ha la garaaco waxaan jeclahay buu nebigu in maanta aada loo laayo aada loo dhaawaco. maalinkan waxaa dhacay cukaasha nebigu isagoo dadkii dhex boodayo dagaalka ku boorinayo oo dagaalama leh ayuu cukaasha ibnu muxsin seeftii uu wato ku dagaalamaya ka jabtay. nebigu uu yimi seef ma haysto wuxuu ku dagaalamu rabaa nebi allow seef ma haysta buu yidhi nebigu qori buu qaaday xaaba xaaba markaasuu u dhibi qabo ku dagaalantan waa qori qorigii baa lulay buu yidhi seef bay isku bedeshay buu yidhi qorigii aan watay seef bay isku bedeshay aada u adag oon gaalada maalinkaa wax ku tusay buu yidhi wacdaro seefta waxay u bixiyeen alcawn bay u bixiyeen muslimiintu wuu ku dagaalami jiray ilaa xarbu ridda taasuu haysan jiray ku dagaalami jiray. markii meesha dagaalkii muslimiinta ay ku guulaysteen oo dagaalkii joogsaday muscab ibnu cumayr ayaa wuxuu arkay walaalkii abi cusayd ibnu cumayr oo la wado oo la xidhxidhay ayuu arkay nin ansaariya ayaa wada ninkii walaalkii ah markaasuu kii walaalkii isaga oo kii ansaariga ahaa la hadlaya ayaa waxa uu ku yidhi walaalkay walaalkayow kan ansaarigow ku adkee ninkan xadhigga ku adkee ay guulaysteen oo dagaalkii joogsaday muscab ibnu cumayr ayaa wuxuu arkay walaalkii abi cusayd ibnu cumayr oo la wado oo la xidhxidhay ayuu arkay nin ansaariya ayaa wada ninkii walaalkii ah markaasuu kii walaalkii isaga oo kii ansaariga ahaa la hadlaya ayaa waxa uu ku yidhi walaalkay walaalkayow kan ansaarigow ku adkee ninkan xadhigga ku adkee hooyadii baa lacag loo soo fulan doontee ku adkee xadhigga u eego waxa yidhi roma maxaad samaynaysaa kana walaalkay buu yidhi adiga xadhigga ha lagu adkeeyo hooyadaa baa lacag lahayd. nebigu calayhi salaatu wasalaam raqdii gaaladii meesha joogtay ayaa nebigu waxa uu yidhi ha lagu tuuro god weyn oo meesha beder ka qodnaa ayaa nebigu waxa uu raqdooda xagga ha lagu daadiyay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markii meeshaa lagu tuurayay cutba ibnu rabiica markii la tuurayay meesha waxaa jooga inankiisii abu xudayfa ayaa jooga abu xudayfa ayaa isbedelay aabihii raqa oo la tuurayo oo gaala markaasuu nebigu eegay inankiisii oo isbedelay nebigu waxa uu ku yidhi waad isbedeshay ma aabbahaa baad ka naxday oo meesha lagu tuurayo may buu yidhi rasuul allah taa kama nixin aabbahay mana shakisadi buu yidhi diintu waa xaqa rasuul allah laakiin aabbahay nin caqli badan buu ahaa dulqaad badan nin wanaagsan buu ahaa aabbahay waxaan sugayay in uu mar un soo islaamo ayaa sugayay laakiin maanta waxaan arkayaa in aabbahay gaalnimadii uu ku dhintay taasaan ka naxay rasuul allah aabbahay inuu gaalnimo uu ku dhinto uu naarta u gelayo taasaan ka naxay. nebigu isaga khayr buu ugu duceeyey aabbiina wuxuu yidhi ha lagu tuura meesha. muslimiinta waxaa laga dilay 14 qof 6 muhaajiriintii kamida iyo 8 ansaartiya ayaa laga dilay gaalada 7 baa la dilay 7 nolol baa lagu qabtay intoodii kalena way yaaceen in badan iyaka oo dhaawaca ayay yaaceen. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa intuu iskortaagay dhaawacii dadkii la laayay gaaladii ayaa nebigu waxa uu lahaa bi'sa alcashiiratu kuntum linabiyikum xigaal baas baad ahaydeen nebigiina u ahaydeen kadabtumuunii wasadaqanii annaas waad i beeniseen inku dadkuna way i rumeeyeen waad i hoojiseen buu nebigu yidhi dadkuna way ii kaalmeeyeen ee way nusreeyeen waddankaygii baad iga soo saarteen dadkuna way isoo dhaweeyeen buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. kadib waxay raqdooda
godkaha lagu guray buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Nabigu meeshii waxa uu joogay saddex cisho ayuu joogay, waa kii Abu Jahal, saddex cishaan joogaynaa tan Muxamed ka guulaysano oy habluu noogu heesi oon khamrada aan ku cabbaynaa oon cuntada ku cunaynaa, saasuu lahaa Abu Jahal. Nebigu saddex cishuu meeshii joogay uu ilaahay ku caabudayay subxaanahu wa tacaala. Kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu rabay inuu socdo, intii hoggii lagu ragga lagu guray intuu iskortaagay nebigu ayuu magaacdii ugu yeedhayay magaacdoodii, fulaan ibnu fulaan, yaa fulaan ibnu fulaan, mid buu ugu yeedhayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. Nebigu waxa uu ku lahaa, ayasurukum annakum ataactum allaha wa rasuulah, mayna farax gelinayaa haddaad ilaaha iyo rasuulkiisii aada adeeci lahaydeen. Fainaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqa, annagu waxaan helnay ilaahay wixii uu noo yaboohay, yaboohdii ilaahay uu noo ballan qaaday waan helnay. Ma hesheen ballankii ilaahay inii qaaday inuu inu hooji iyo naar inaad gelaysaan? Cumar baa nebiga eegay calayhi salaatu wasalaam, nebiga oo meydkii la hadlaya. Markaasaa waxuu rasuul allow, ma raqdan aan ruux iyo naf iyo waxba aan lahayn baad la hadlaysaan rasuul allow? Nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wallaahi waa i maqlayaan buu yidhi, wax alla wax aan ku hadlayo sidaad cumar ii maqlaysid ayay iyakuna hadda ii maqlayaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Dadkii gaalada ahaa way yaaceen, intii kale way jabeen, meelahaasay kasii daateen iyaka oo kala baahsan. Warkiibaa reema ka gaadhaya, waxaa ugu horeeya oo warka soo gaarsiiyey Xusaymaan ibnu Cabdillaahi Alkhuzaaci, ninka la yidhaahdo, ayaa soo gaarsiiyey. Isaga oo lalaya oo ordaya ayuu maka soo galay, dadkiibaa ku soo yaacay, maa waraa'ak, maxaa kaa dambeeya, maxaad haysaa war? Markaasaa wuxuu yidhi, aamusa cutba ibnu Rabiica waa la dilay, shayba ibnu Rabiica waa la dilay, abulxakam ibnu Hishaam waa la dilay, umaya ibnu raggii waaweynaa, madaxda haabuu u tirinayaa, raggii oo dhan waa la laayay. Wayaabee anigu muu waashay, maxaa helay? Meesha waxaa fadhiya Safwaan ibnu Umaya ayaa meesha fadhiya markuu hadalka ku dhawaaqayo. Waxa uu yidhi wuu waashay, bal weydiiya Safwaan, isaga isa sheegaya, Safwaan ibnu Umayana ka waran dhaha, Safwaan ibnu Umayana ma la dilay? Uu meeshuu fadhiya Safwaan, maya Safwaan waa ka xaggaa fadhiya isagu, ee waxaa la dilay aabihii iyo walaalkiiba waa la dilay, buu Safwaan. War xun buu wadaaba ninkii. Abu Raafic oo nebiga marka dambe u adeegi doono oo adeegihii nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam, ayaa waxa uu yidhi, wiil yar baan ahaa, Cabbaas ibnu Cabdilmutalib ayaan la joogay buu yidhi, oon u adeegi jiray. Waxa uu yidhi, annagu muslimiin baan ahayn maka jooga, islaamkana waan qarsannay. Cabbaas wuu islaamay, Umarfadlna way islaamtay, anna waan islaamay, islaamkaygana waan qarinaynay. Abu Lahab waa kii ka hadhay isagu dagaalka, ee ninkii u diinta ku lahaa soo diray, hore aan uga soo hadalnay. Waxa uu yidhi, annaka oo meel yaroon dhoobada ku sameeya aan fadhinno, ayuu odaygii Abu Lahab yimid isaga oo xanaaqsan oo wareersan, ma raggii baa la laayay, ma Abu Jahal baa la laayay, ma shay baa, isaga oo yaabsan ayaa meeshii meel agtayda ayuu yimid buu yidhi, oo madaxa haysta. Waxa uu yidhi, in yar kadibba Abu Sufyaan baa yimid. Abu Sufyaan bal soo dhowey, war baa jire. In yar kadib waa lagu soo booqay, waxaa laga sheekaysanayaa dagaalkii Badar, war hebel baa la dilay, hebelkii kale waa la dilay dagaalkii. Waxa uu yidhi, iyada oo la waramayo ayaa waxa uu yidhi, war ragga annagu iyaka annagoo la dagaalamayna umaan arkayna rag kale oo meesha iyakuna dagaalamaya, oonu garanayn rag qurqurux badan ayaa dagaalamayay, oon raggii aan garanayn asxaabtii Muxamed iyo aan ahayn. Waxa uu yidhi, waan adkaysan waayo, waxaan idhi buu yidhi, tilka wallaahi almalaa'ika, malaa'ig bay ahayd taas, uu qarsanayay islaamnimadiisii, malaa'ig baa la dagaalamaysa, malaa'ig baa la jirtay. Waxa uhi, odayga Abu Lahab ma saa isoo eego, intuu iqaaday buu sabaxad iga baxay, waa nin inteeleg buu yidhi. Markaasuu idul fadhiistay buu yidhi, markaasuu igaraacay. Waxa uu yidhi, aniguna waxaan ahaa buu yidhi, rajulan daciifan, nin taagyar baan ahaa buu jaana, nin buuran oo gaaban buu ah, udul fadhiistay buu yidhi, caradii weeyaan dharbaaxu igala daalay. Umarfadli baa soo qaaday bahal budu oo madaxay ku dhufatay, isagiina way dakhartay, kakacbay tiri, ninka maxaad u sheeganaysaa, ma daciifnimadiisaad arkaysaa? Waxa uu yidhi, Abu Jahal murug u adkiisan lahaa, wuxuu sii noolaaba Abu Jahal, ma taqaanaa
todoba cisho sii noolaada ilaahay cudur buu ku salliday isagiina markaasuu qurmay aqalkiisu ku dhex dhintay xataa caruurtiisu way ka tegeen wax aasaa la waayey adiga abulaabaha markii dambe meel yarba agtiisa hog uga qodeen markay ka cabsadeen in lagu caayo la yidhaha ninka abulaahab baa wax aase la waayey agtiisa hog uga qodeen intay sankii iska xidheen bay ku tuureen ku roogeen hoggaas abu jahalna sidaa abulahabna sidaa xun ayuu u dhintay meeshii maka geeri xooglaa ka jirta guri walba waa lagu murugaysan yahay laakiin amar baa soo baxay qof ooyi kara ma jiro qof dhawaaqi kara ma jiro waxaa la leeyahay maxamed haa u jabinaya ciidankiisa adkaysa la yidhi qofkii ooya hoose u ooyo qaylo ayaa la maqlin ayaa la murugoon meelaha ayaan dadka naqaskii baa lagu dhejiyay aamusa la yidhi dhinacii madiinahan eegno madiina almunawara yahuuddii baa meesha dhex yaacaysa munaafiqiintii baa dhex yaacaysa dagaalkii oo socda ayay munaafiqiintii iyo yahuuddii maxay leeyihiin maxamed waa la dilay ciidankii maxamed waa la jabiyey waxaasay madiine dhex wadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu guulaystay isla markiiba laba saxaabi buu diray cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo zayd ibnu xaaritha ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam ordayaaca buu yidhi nebigu madiine taga madiine dadkii ugu bishaareeya inaan guulaysanay zayd ibnu xaaritha nebigu waxa uu soo siiyey hashiisii alqaswa la odhanayay ayuu soo siiyey meeshii buu yimid isaga oo dhawaaqaya soo uruura soo uruura cabdillaahi ibnu rawaaxan isna dhinac buu u kacay madiine soo uruura dadkii baa iskugu yimid munaafiqiintii baa markay arkeen hashii nebiga isaga oo fuushan ayay waxaan okaa maxamed in la dilay maxaa caddaynaya hashiisii waata hashiisiiba zayd baa wata maxamed waa la dilay kadibna dadkii markay isku yimaadeen ayuu u bishaareeyo yidhi muslimiintii baa guulaysatay allahu akbar baa dhacday muslimiin toddobaatan nin waan dilay toddobaatan na gacantaan ku dhignay intii kale dhaawac iyo ko ay meelaha ka yaaceen oo ilaa iyo maka lasii yaacay muslimiintii madiina gebigeyga takbiir baa laysku dhuftay allahu akbar allahu akbar dhaha allahu akbar farxaddaasa ka dhacday madiina madiine gebigeygii baa lulantay dadkii oo dhan baa bishaaraysanaya maxamed baa guulaystay calayhi salaatu wasalaam usaama ibnu zayd waxa uu yidhi meeshaas farxaddaasi markay noo timid annaka oo waqtigaana waxaa dhimatay gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam ruqaya ruqaya yaa qabay cuhmaan ibnu cafaan baa qabay markaas annaka oo aasnay oo ciddii iska horgufayna ayaa bishaaradaasa noo timid mama waxaan ka murugoonaa gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam ruqayo oon aasnay mise waxaan ku farxnaa guusha muslimiintu ay guulaysteen ciidankii muslimiintu way soo dhaqaaqayaan saddex cisho nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu meeshii uu joogay uu ku cibaadaystay uu ilaahay ku baryey ayuu nebigu soo dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii buu la soo dhaqaaqay wixii meesha ay ka yaaceen oo dhanna waa la soo qabsaday nebigu markii ay soo gaadheen meel la yidhaahdo madiiqa safra ayuu meeshaa ciidankii dooj ayuu jejiyey wixii ay soo qabsadeen wixii ay xoolo keeneen iyo wixii ay soo macaasheen meesha oo hub baa la soo qabsaday oo wax badan baa la keenay ghanaa'im fara badan baa la keenay wixii buu muslimiintii u qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna nebigu waa soo dhaqaaqay markuu meesha safraa uu soo gaadhay nin la yidhaahdo annadr ibn alxaarith ayaa waxa uu yihi ninka ha la dilo waa ninkii calanka u siday mushrikiinta maalinkii beder isaga oo dagaalamay ayaa la qabtay maxbuus ma ahayn maxbuusku waa nin aan isagoon dagaalamayn la qabto weeyaan ninkan waxaa la qabtay isaga oo dagaalamay waa mujrim alxarb ayaa la yidhaahdaa ninkaa waxa uu yihi nebigu ha la dilo cali ibni abi taalib baa soo boodo qoorta u gooyay markii meel ciidankii buu nebigu soo dhaqaajiyey carqata dabiya meesha la yidhahda markuu nebigu uu soo gaadhay cuqba ibnu abi muciid waad garanaysaan waa ninkii nebiga dhibay calayhi salaatu wasalaam waa ninkii nebiga oo tukanaya saaray mandheerta saaray weeyaan nebiga calayhi salaam waa ninkii nebiga ku xidhay marada ee bakhtiin gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ninkii isaga oo tukanaya nebiga qoorta kaga joogsaday ilaa ay nebigu indhuu soo dhici gaadheen calayhi salaatu wasalaam waa ninkii nebiga dhibay ee islaamka dhibay
ninkaas la soo qabtay isagana waa la wadaa markii meesha la soo gaadhay carqata dabiya nebigu waxa uu yidhi carqan ha la dilo saasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib ayaa soo booda qoorta isagana oo gooyey cali wuxuu ahaa nin geesi ayuu ah kadib nebigu wuxuu soo gaadhay isagoo ciidankii wada meeshii arrawxa la odhanayay ayuu nebigu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam rawxa waxaa ka hor yimid reer madiino oo faraxsan caruurtii dumarkii dadkii oo dhan oo bishaaraysanaya oo faraxsan oo qoslayo caleema wata ayaa nebiga ka hor yimid calayhi salaatu wasalaam oo aada u faraxsan oo allaahu akbar allaahu akbar tahaya ayaa nebiga meesha rawxa la yidhaahdo ayay kaga hor yimaadeen salama ibnu salaama ayaa hadlo dadkii oo kule mabruuk waad fiican tihiin ilaahay baa niga guuray markaasaa waxuu yidhi waan ka guulaysanay maxay ahaayeen buu yidhi raggu maxay ahaayeen waxaan la kulanay odayaal bidaar waaweyn nebigaa qosday calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga ku yidhi yabna akhii ulaa'ika almala raggaas faraha badnaa ee ahaa ragga ragga ayaad leed odayaal bidaar waaweyn bay ahaayeen usayd ibnu xudayr baa waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay isagoo dagaalka uu ku xadhay usayd rasuulkii ilaahayow ilaahay baa mahadle maanta aad guusha haddaad soo heshay indhahaagiina ku qaboojiyey guusha rasuulkii ilaahayow maan moodayn meesha inuu dagaal ka dhacay waxaan moodayay in lasoo qafaalanayo u maarta qaafilo ayaan moodayay lasoo qabsanaya safar ayaan moodayay wallaahi haddaan moodayay rasuulkii ilaahayow meesha inuu dagaal ka dhacayo kamaan hadheen nebigu wuxuu ku yidhi sadaqta run baad sheegtay nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam kadibna madiine ayuu soo galay isagoo madaxa foorarinaya ilaahay ku mahadinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiina ay ag socdaan dad badan ayaa islaamay maalinkaas waa kun gaaladii oo hubaysa buu nebigu soo jebiyey waa 313 raggii waaweynaana waa la wadaa rag badan baa la wadaa qaar badan ayaa islaamay maalinkaas waxaa ka mida munaafiqiinta raggii islaamay cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool wuu cabsaday markaasuu nebigu yimid ashhaatu yidhi ashhaadu an laa ilaha illa allah annaka rasuulullah hoosta gaal buu ka yahay laakiin wuu cabsanayaa kadibna nebigu waxa uu yidhi raggii la soo qafaashay maxaabiista maalin kadib naga daba keena maalin kadib ayaa laga daba keenay maalinku nebigu galay maalinkii ka dambaysay ayaa laga daba keenay nebigu waxa uu yidhi war raggan aad soo qabateen hal la wanaajiyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga asxaabtu iyaguna timir bay cunayaan raggana ceeshka waxay helaan bay siinayaan lxoox iyo waxay helaan kolba ayay siinayaan way wanaajinayeen kadibna waxaa loo yimid maxaan yeelnaa raggan aan soo qabsannay maanlaynaa mise madaxoogay furtaan oo waxba iska bixiyaan madax furasha la yimaadaan nebigu asxaabtiisu la tashaday abuubakar sadiiq waxau nebi allow raggan aan soo qabannay 70 nin qaarkood waa ilmaadeeradeen waa walaalaheen waa qaraabadeeni rasuulkii ilaahayow anu waxaan arkayaa in madax furad laga qaado lacag yar inaan ka qaadno waan iska sii dayna rasuulkii ilaahayow anigu taasaan arkayaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay soo hadyadeeyo soo hadeeyo oy soo islaamaan ayaa laga yaabaa oy diinta ina difaacaan nebigu cumar ibnu khaaab buu aagay maa taraa ya ibn khaaab buu nebigu yihi maxaad arkaysaa cumarow cumar wuxuu ahaa nin geesiya ayuu oo laga haybaysto wanaa ka soo hadlay cumar wuxuu ahaa nin isaguna aada u quwad badan ayuu ah xoog badan ayuu ah bidaar leh oo shanab buu lahaan jiray xataa culimmadu waxay dhahaan markuu xanaaqo shanabtu wareysan jiray radi allahu canhu bidaar weynaa timaha in yar buu xagga ku lahaa intaan wuu xidneyn jiray xoog weynaa radi allahu gud yarna uu wadan jiray xaggaasuu gashan jiray waa laga cabsan jiray qofku arku fahmi waayo madaxu ku dhufan jiray war maxaad waa laga cabsan jiray wuxuu ahaa nin aada looga haybaysto ayuu ah cumar yacni asxaabtu xataa kor uma eegi karayn way ka cabsan jireen xataa dumarka maalin nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybta dumarka ayuu galay uu waaninayay nebigu dumarka ayuu usoo galay uu waaninayay bilaal baa la jooga isagoo nebigu uu waaninayay dumarka ayay nebiga su-aalaha weydiinayaan
codki kor u qaadayaan qaarkood bashalmaddu khafiif ka yara noqotay, waa la yara hadlayaa, waa la guuxayaa, nebiguna yara aamusadaasu hayaa calayhi salaatu wasalaam. cumar baa soo galay. cumar markii arkay bay maradii wala adkaysteen way wala aamuseen. cumar baa yaabay. markaasuu nebigu qosl calayhi salaatu wasalaam, markaasaa wuxuu yihi hoogiina dumarow, waa maxay waxaad samaynaysaan? nebiga ilaahayna waad ku qosqosina, anigana waad igaa haybaysanaysaan. waxay ku yidhaahdeen anta aqladu min rasuulillaah, adugu waad ka qallafsantaha rasuulka ilaah, in adag baad rasuulku waa iska farxaan oo waa iska furfurayaho calayhi salaatu wasalaam. cumar ibnu khaaabu nebigu weydiiy cumaro maxaa yeelna cumar waxa uu yihi rasuul allah, anu mid kalaan kasoo horjeeda arrinta abuubakar u sheegayo, anigu waxaan arkaa rasuul allow midba ninka ugu dhow u dhib qoortaa ka gooyo, aniga ii dhib qofka iigu dhow ii dhib qoortaan ka goyn rasuulkii ilaahayo, calina cuqayl u dhib oo walaalayihiin qoortaa ka gooyo, xamsana walaalkii u dhib, mid walba walaalkii iyo saaxiibkii u dhib ka u dhow qoortaa ka gooyo rasuul allow. anu kaasaan arkaa rasuul allow, gaaladan ayaanu u naxariiseen haynaga haybaystaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii arrin buu isku aagay, tii abuubakar ayuu nebigu qaatay. subaxdii markii ayuu subaxdii cumar ku soo kallahay nebiga, wuxuu arkay nebiga iyo abuubakar oo fadhiya meelo ooyaya ayuu arkay. markaasuu yidhi rasuul allow, maxaad la ooyaysaa, bal ii waran, haddii ay tahay de waxaan la ooyi waan ooyi, haddii kalena waan iska keenkeeni ooyinta. nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaan la ooyayaa waana lagu cadaabi gaaray ragga, ilaahay arrintaadiibuu qaatay, maad ragga qoorta u dheeraysaan baa la yidhi, fidye iyo waxaan maaha ragga maad. faqad carada calaya cadaabuhum adnaa min haadihi shajar, cadaabkooga waxaana loo soo jirsiiyey buu nebigu yidhi, geedkan ayaana loo soo jirsiiyey, annakana ku qabsan gaadhay, lagu cadaabi gaadhay. ilaahay nebigiisu ku canaantay, maa kaana linabiy an yakuuna lahu asraa xataa yuskina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamassakum fiima akhadtum cadaabun cadiim. ilaahay waxa uu leeyahay nebi, uma ahaatay umay ahaan inuu maxaabiis uu yeesho uu furt maahay, ma adduun yar baad doonaysaan, lacag yar iyo waxaas, ilaahay aakhir doonayaa. waxay ahayd ragga inaad qoorta u dheeraysaan baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maxay ahay raggani? waxay ahay rag maxaabiis ma ahayn, rag dagaal iyagoo dagaalamaya la soo qabtay ay ahaayeen. nidaamka adduunkuna taasuu dhigaya, nin isaga oo dagaalamaya la qabto hubkiisii lagu qabto, maxbuus maaha kaas, qoorta loo gooyaa. maxbuusku waa nin isaga oo dagaalamayn hub aan haysan la qabto, kaasaa la yidhaahdaa. nebigu waxaa tii abuubakar buu qaatay, qofkii waxaa la yidhi 4,000 ama 3,000 ilaa 1,000 midba intuu karo lacagkaas ku furto. qofkii aan lacag haysanna nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam 10, yacni reer maka waxay yaqaaneen qoritaanka ayay yaqaaneen iyo akhrinta, reer madiina qoritaan iyo akhrin midna may aqoon. nebigu wuxuu yidhi ninkii walba ee reer maka ee lasoo qabtay ciyaalka reer madiina 10 ha baro qoritaanka iyo akhrinta, markuu baro khalaas taasuu isku furanayaa. saasuu nebigu tacaliinta ugu dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam. dad badanna nebigu waa iska sii daayay, waxaa ka mid ahaa almutalib ibnu xantab, sayf ibnu abi rufaaca, abu cizat aljamaxi, raggaas uu nebigu waa iska sii daayay, wuxuu iska socday nebigu. dadka uu sii daayay nebigu waxaa ka mid ahaa inantiisii zaynab, ninkii qabay abilcaas la odhanayay waa iska sii daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam. nebiga gabadhiisii zaynab waxay joogtaa markaa makay joogtaa, markii ay maqashay in qofka uu furan karayo, qofkii laga qabtay uu furan karayo, waxay soo dirtay koosh ay hooyadeed waayo khadiijo ay ka dhaxashay ayay u soo dirtay nebiga oo tiri, kooshaas ayaan ku furanayaa odaygeygii abilcaas. nebigu markii kooshii loo keenay uu ka naxay, wuxuu xasuustay haweenadiisii khadiijo ayuu xasuustay, inantiisii zaynab oo maka joogtana nebigu waa ka naxay calayhi salaatu wasalaam. kooshii nebigu u qaaday, abilcaas buu wuxuu ku yidhi, waan ku sii dayn oo maka waad iska tegi, laakiin gabadhaydii zaynab ma ii soo diri. haa buu yidhi, waan kuu ballan qaaday inaan kuu soo diri.
وايه هبل النبي اصحابك كودي ما يوغشينا سي داي هابا كودي رسول الله سيدا صعب لي قبل ايدين يسودر النبي وحو دراي لبس حبيب ودراي وزيد ابن حارثه يمد كلو انصاري وحو كودي طريقه كسوغا marka ay soo baxdo soo kaxay inantaydi dariiq arintaas Zainab hijrada ay soo hijrootayna aad baa u dhib badan tahay marka aan ka warrami doono haddu Alla ilaahdo dadka la soo qabtay waxa kamid aha Suhayl ibn Amr ayaa kamid aha Suhayl wuxuu ahaa nin gabayaal ayuu ahaa gabiga aad u yaqaan ayuu ahaa nabiga aad buu caay jiray alayhi salaatu wasalaam gabigiisu ku caay jiray ninki عمر بن الخطاب با انتو قرتي ايا وحو الرسول الله واكن سهيل بن عمرو واكن رسولك الهيو اي اوغلو رسول الله عرب كان كسو ساره انتن عرب كسو ساره ايا سي دين نبي سي او مرض بابا غبا انه كوغو عايد نبي و خوري مي اسك سي دا ما دوني نبي قف نور ان لو غوغو عليه الصلاه والسلام اسك سي دا النبي عليه الصلاه والسلام صحابي اللي يلاهدو سعد ابن النعمان أيام ما كتك سوء سوء عمريسو أبو صفيان باقتك أبو صفيان إنا كيسي عمر ابن أبي صفيان في مدينة أيها هايست نبي قايري ساقناها لوسي داي عمر ابن أبي صفيان أبو صفيان مركو أمقا إنا كيسي إلا سوء داي إسنا سعد ابن النعمان بسوء داي ساسال إسكو سوء دارست دقالك وحو أهد دقالك إقوه رييئي مسلمينتو ay la galaan gaalada ayuu aha nabiguna alayhi salaatu wasalaam uu ku guuleystay gaalada uu ka guuleystay aadna waa ku farxay sanadka labaad ee hijrada waxaa la farad yeelay soomka ya muslimiinta lagu farad yeelay zakatul fitriga zakada la bixiyo ayaa sanadka la farad yeelay waxa ajiiba sanadka waxa ugu horeeyay ciidii islaam عيد المسلمين تو أي عيدان عيد داس أي كود عادي وقت جاء المسلمين تو أي جوليسين سنة خير لبعض بيش الشوال أي كود عادي المسلمين تو واحد كفر حين دجال كي بدر عيد يبقى صعب شيء بيش رمضان بلا لفرض يالي زكاة الفطر جيب على فرض يالي إلهي آد بوجور رمضان دجال كي بدر إلهي وكيلها واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إلهي وحوليه حصوص النبي الله أذيك يا صحابة دبا حصوصتان مركاد تردينو أي يري ضدكو أي نيري سنيين أدعب سني سين إن أي عدو قعنت إن قد لغان أتكعب سني سين إلهي إن ضمي إن قرقاري أرزاقات بذن ألا إنسي إلهي كم هذه إلهي ليه ما أنت وان فرحسنا يا روتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو دجال كي وجوه رية وقال هذا أو لجالي كجوريس دجال كي بدر سيدا أوجين تضبط كصوص هذا دجال كم كنا سنينا وحن جلينا محاضرة قصص مبكية قصة ذو كأوهينية وين هو تضبط كدم به هبين كان أكل يعني حق السيرها أيان كقاضين إن محاضرة قصص مبكية قصص كأوهينية على قصة قيب قالوا جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.